السلام عليكم، كيفكم؟ طمناكم. اليوم رجعت لكم باخبار جديده عن لعبه ايجيبتن لايف ولعبه كار اكس ستريت ولعبه يونيفرسال تراك سيميليتر. فلذلك يا جماعه قبل ما ابدا المقطع صلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر التوصيل من كل جديد. بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. وبدايه يا جماعه رح نبدا بلعبه ايجيبتن لايف، لعبه الحياه الواقعيه المصريه. وطبعا يا جماعه لحد تاريخ هذا المقطع ما نزلت اللعبه، ولحد الان قيد التطوير وقيد البرمجه. فلذلك يا جماعه مثل ما بتعرفوا سابقا قلت لكم انه المطور عم يشتغل على اللعبه بشكل فردي، يعني يا جماعه ما في حدا عم يساعده وما في حدا عم يشتغل معه، فعنده ضغط بشكل كتير كبير بالنسبه للدراسه، بالنسبه للامتحانات، وبالنسبه للتطوير، وبالنسبه لاعماله الخاصه. فمشان هيك يا جماعه بيتاخر في تنزيل اللعبه، ولحد الان يعني مثل ما بتعرفوا عم يشتغل عليها بشكل يعني بجهد كتير كبير، والله يعطيه العافيه ونوجه له تحيه كتير كبيره لاخونا علي. وطبعا يا جماعه في عندنا بهي الرساله اللي شايفينها قدامكم عم بيحكي لنا المطور انه بس نخلص اللي بالصورة رح ننشر اللعبة مباشرة. يعني يا جماعة الخير في عنا الصورة شايفينها قدامكم عم يحكي لنا فيها انه هدول الاضافات بس نضافوا على اللعبة رح ننشر اللعبة. يعني مثل ما شايفين قدامكم في عنا القصة واللي هي عبارة عن قصة للعبة او سيناريو، وفي عنا محطات وقود واشياء للشوارع، يعني مثل ما بتعرفوا كازية او محطة وقود وبنفس الوقت لاضافات للشوارع او هيك شيء. وفي عنا إضافة وظائف، وفي عنا تحسين على اللعبة، تحسين الأداء وتحسين الجرافيك وهدول الشغلات. وبالنسبة لتفاصيل السيارات مثلا مثل الداخليات مثل الخارجية للسيارة، تعديلات إضافات هيك شغلات. وفي عنا تفاصيل كمان اللي هي حول الخريطة، كمان في عنا تعديلات على الخريطة رح يشتغل عليها. وبنفس الوقت في عنا إضافة شرطة، يعني يمكن يضيف سيارات شرطة وشرطي، يعني مثلا أشخاص للشرطة أو هيك. وبنفس الوقت المتاجر. ومباشرة بس من انتهى من إضافة هدول الإضافات على اللعبة مباشرة رح ينزلنا إياها بشكل رسمي، وإن شاء الله رح أخبركم أنا بمقطع. فلذلك يا جماعة مثل ما شايفين كمان عم بيحكي لنا إنه ليش ما عاد ينشر أخبار مثل السابق، يعني أخبار اللعبة شو ضاف شو ساوى شو عمل على اللعبة. فسابقا كان يشرنا على طول إنه هيك ضفنا هيك عملنا هيك كذا، فهلا خفف من هاي الأمور بسبب أولا عبيعنا إنه ورجيناكم يعني بما فيه الكفاية من الإضافات الموجودة على اللعبة، وصار الأفضل إنه أنتوا تكتشفوا الأشياء اللي ضفناها، مثلا إضافة سيارة، إضافة مكان، إضافة كذا، أنتوا تكتشفوه بشكل بس ما نزلت اللعبة أنتوا يعني تدوروا عليه وتشوفوا الأشياء اللي لازم تكتشفوها. عرفتوا كيف؟ يعني لأحكي لكم شغلة بالمختصر، يعني إذا كان جيت أنا حكيت لك عن اللعبة هيك 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 صار، فبتروح المتعة من اللعبة إذا كان شرحت لك عليها بشكل كامل، يعني قلت لك هي اللعبة كذا، أنت شو رح تكتشف؟ أنت شو رح تلعب باللعبة؟ ما عاد في عندك شيء تعمله. فمشان هيك يا جماعة بيقول لك إنه خففنا شوي من الأخبار بخصوص إضافات اللعبة. والسبب الثاني إنه ما عم بينشر لكم أخبار جديدة كمان، واللي هو إنه في عنده دراسة، وطبعا مثل ما بتعرفوا هو عم يدرس بالثانوي، وطبعا هي آخر سنة عنده على ما أظن. فبتمنى من الجميع يدعي له لأخونا علي إن شاء الله هيك ينوله اللي بباله وينجحه ويصير بعالي المراتب إن شاء الله. وطبعا يا جماعة هلا خلونا ننتقل للعبة الثانية واللي هي لعبة الكار اكس ستريت. ومثل ما بتعرفوا لعبة الكار اكس ستريت صدمت كتير ناس كانوا عم بينتظروها بفارغ الصبر، وكانوا متحمسين، ومع الأسف ما ضل في حماس ولا ضل في صبر ولا ضل في حدا يفكر في اللعبة من الأصل يمكن. فيا جماعة مثل ما بتعرفوا بآخر أخبار كانت عليها واللي هي انه كان ما بيقدروا بينزلوا اللعبه على الاندرويد بسبب انه الاندرويد او الجوجل بلاي عم بيطلب منهم امور، يعني مثل انه لازم تكون اللعبه حجمها كذا ولازم تكون تصميم كذا ومدري شو، يعني امور خاصه في المتجر. فهذا الشيء انا ما توقعته، يعني بنفس الوقت انا يعني تخيلت الوضع ما يكون بهذا السبب. عرفتوا كيف؟ يعني معقول انه لعبه تكون بهذا هي الضخامه وتكون شركه بهي الضخامه توقف عليها شغله بالماركت؟ فهذا الشيء انا ما يعني ما دخلت في مخي كتير. عرفتوا كيف؟ وبالنسبة للخبر الجديد عم بيحكوا لنا المطورين بهي الرسالة اللي شايفينها قدامكم انه رح ننزل الاصدار تبع الاندرويد بعد ما ننزل اللعبة على الاي او اس والستيم واللي هو للبي سي. عرفتوا كيف؟ فيا جماعة يعني لحد الان الاندرويد منسي. بنفس الوقت عزم الله واجركم لاني يا جماعة رح ننتظر كتير بالنسبة للاندرويد، ويمكن تنزل بالسنة الجاي يمكن، يعني انا هيك بقولكم. فيا جماعه بالنسبه للرساله الثانيه عم بيحكوا لنا فيها مثل ما شايفين قدامكم انه نحن كان في واجهنا مشاكل بالنسبه للاب ستور وبالنسبه للبلاي ماركت، مثل ما بتعرفوا بيعطونا امور يعني لازم نعملها لازم نطبقها وشروط ومدري شو، فمشان هيك ما قدرنا ننزل اللعبه على المتجرين يعني بهذا السبب. وان شاء الله بتنزل عما قريب بتقدروا تجربوها وبتلعبوا فيها، بس ما اظن في حدا لحد الان يعني عم بفكر في هي اللعبه لاني صدمت الكل، يعني ما توقعت تكون هي الشركه تعمل هذا العمل. فيا جماعه الخير خلونا ننتقل للعبه الثانيه ونشوف شو الوضع.
ومثل ما شايفين يا جماعة الخير جينا على لعبة اليونيفرسال ترك سيميليتر، ومثل ما بتعرفوا سابقا قلت لكم رح ينزل تحديث ورح يضيفونا فيه الطرق الذكية وشاحنة المان وشاحنة الماك ومدري شو وكذا وكذا وكذا. فيا جماعة مثل ما شايفين قدامكم عم بيقولوا ان المطورين انه حاليا عم يجربوا اللعبة بالاضافات الجديدة، يعني على ما اظن ضافوا شاحنة الماك، بس بالنسبة لشاحنة المان ما بعرف اذا ضافوها يعني رح تكون بالتحديث القادم ولا لا. فيا جماعة انا مجرد عم بنشر لكم الخبر، وان شاء الله يكون الاخبار اللي حكيت لكم اياها تكون موجودة في اللعبة او بالاصدار اللي رح يجي قريبا. فان شاء الله بيعجبكم التحديث ويكون يعني خالي من المشاكل، لان يا جماعة في كتير ناس واجهت مشاكل بالنسبة لهي اللعبة، بالنسبة للشاشة السوداء والتقطيع ومدري شو وكذا وكذا، وفي ناس ما قدروا ينزلوا اللعبة من الاصل لان الجهاز تبعهم ما بيقدر يتحمل اللعبة. يعني هاي المشاكل هاي ان شاء الله بركي بتنحل بالتحديث القادم وتقدروا تجربوها. فلذلك يا جماعه هلا مثل ما شفتوا وصلنا معكم لنهايه المقطع، ان شاء الله يكون افدتكم بهذا المقطع بالنسبه للاخبار الجديده. واخر شيء يا شباب بدي احكي لكم كلمه، انا فقط بس بنشر الاخبار تبع الالعاب، يعني ما بصمم، ما بعرف ايمت رح تنزل التحديثات، ما بعرف ايمت مثلا هل اللعبه رح يصير عليها تعديل كذا ولا لا. لا يا جماعة أنا فقط بنشر لكم الخبر وإن شاء الله ما بقصر معكم. وهلا يا جماعة لا تنسونا من اللايك والاشتراك، تفعيل زر جرس كل جديد، واترككم بأمان الله وسلام.